امبارح استكمالا لما بدأناه بالأمس، عودة الإسرائيليين إلى دمنهور للاحتفال بمولد أبو حصيرة، قضية تثير غضبا شديدا في أوساط أهالي دمنهور بالكامل. كل بيت زي ما قلت هتلاقي فيه شهيد، كيف يمكن أن يروا الإسرائيليين أمامهم بهذا الشكل؟ الشعب المصري ما زال رافضا للتطبيع الشعبي. التطبيع الشعبي يعني يبقى في تعامل مع الإسرائيليين بهذا الشكل. عودة مولد أبو حصيرة يثير غضبا شديدا. المنطقة هنا كان أول امبارح كانوا الاجانب كانوا هنا، اي بني ادم صغير او كبير اتضرر في الحاله المروريه، الناس في الشارع لا حش حريم تعرف تمشي زي هم يجوا يعني ومحتلين اراضينا وبتاع ماشي، اللي هم محتلين فلسطين وما ينفعش ان هم يجوا خالص، لان طبعا القدس ديت ارضنا وارض العرب وقضيتنا وقضيه الدوله بحالها وقضيه الدول بحالها. احنا طبعا هنا بنتضرروا، اللي هم بيجوا والمحلات بتقفل وبتبص تلاقي الامن ياما على خمسه سته على ثلاث انفار والشعب كله متبهدل. انا متكلم على ابو حصيره ان هو دوم المفروض سياح بيجوا هنا وكلام من ده، والمنطقه كلها اساسا زباله وجرف، واللي انت شايف يعني انت صورت المنطقه ماشي. المفروض يا ابو حصيره ده يعملوا له سوق حوالينه كده ماشي، ياخدوه عندهم. احنا متضررين هنا من ابو حصيره ده، احنا نستقبل الناس دي كويس؟ هم بيموتوا في الاطفال هناك، ينفع ده؟ ما ينفعش، ما يرضيش ربنا. احنا رافضين الناس دي خالص. قبل كده يوم برضه اليهود القبر ولع لوحده، القبر دي ولع ولع فحم. انا عندي المسيحي يخش على دماغي من فوق ويقعد يشرب معايا ومع عيالي، اليهودي لا، المسيحي مني، اليهودي مش مني. هي بتبقى جس نبض في البدايه، بيخلوهم يجوا الاول شويه صغيره، بعد كده بيفتحوا. ازاي يجوا من المطار ويعدوا من المطار يجوا هنا؟ ده كده اسمه تطبيع، واحنا ضد التطبيع وضد اي حد خاين وضد الناس اللي هي بتنهش في القدس وبتنهش في البلد في فلسطين وبتقتل في اخواننا في فلسطين. احنا كلنا هنا متضامنين مع فلسطين. طبعا شيء مؤسف ان يعني تدنس اراضيهم باقدام الاسرائيليين بهذا الشكل، وفي توقيت حساس يا جماعه، توقيت حساس ودقيق، في يعني عمليه كامله لاختطاف القدس وما تقوم به الولايات المتحده الامريكيه مع الخطوات الاسرائيليه، يخلونا كمان نكون أكثر صلابة في مواجهة التطبيع مع إسرائيل. العلاقات الرسمية احنا بنقول يعني تأخذ اتجاهاتها الدبلوماسية ودوائرها السياسية، علاقات شعبية يعني أن يحتك المصريون مع الإسرائيليين مرفوض تماما عند القطاع الأوسع من المصريين. بعد الفاصل هنناقش قضيتين، اختفاء ارتفاع اسعار 30 صنفا جديدا من الادوية، وادوية